طالما أنك عايش بلبنان فلازم عليك ما تستغرب أي شيء متعلق بالذل وجرح الكرامات الإنسانية. من المفروض عليك أنه ما تتساءل كيف بينزف اللبناني من دون ما يسيل دمه، كيف بيبكي بين الثاني والثانية من دون دمع، كيف بيصرخ ألم من دون صوت، كيف بينام من دون ما يخفى، كيف بيموت وهو على قيد الحياة. لكل بيت بلبنان باب من أبواب الجحيم، قويت على اللبناني وجعلت من بيته مطهر بيعيش فيه على الأرض. جلجلة تحلم بقيامة اليوم الثالث. ولكن يبدو أنه هنهار محرم على بني الأرز المهشمة بصناديق الاقتراع. محمود شاب لبناني من طرابلس بيعيش من دون ما يدخل الحمام. عمري 32 سنة، مطلق من 11 سنة، وكنت نام بالشارع فأخواتي لموني وعطوني هالغرفة هيدي وستروني فيها والحمد لله. بس كان حابب يعني أقدم وجهة نظري أو طلب مبادرة مساعدة كرمال غرفتي عدلها شوي، مثل أجلكم تواليت، مغسل غسل يدي، شقفة حجر أطبخ علي أكلها، وتظبيط فرشتي لأنه وضعي شوي سيء بلبنان بعد ما صار هالظروف. الدولار صار 50، عم يمتح 50,000 و30,000 فجأة. يعني في الصبح علبة حمص كانت 500 ليرة، اليوم حقها 31,000 علبة حمص. كيس الأندومي هلا فرجيك يا أستاذ كان حقه 500 صار حقه 13,000. يعني أنا إنسان أرمق، يعني أعزب بيقولوا، ومش قادر أسس مرة تانية وقف على الجري مرة وضع البلد. وعطول الفكر بالهجرة، بس بقول لا، هالأوضة سترتني، لا عم بدفع أجارة ولا شيء، إخوتي ستروني، وهالشباك يشهد علي قد من أهلي لأنه ما عندي تي في، ما عندي تي في وما عندي كذا، وليكو هالتي في هونيك منزوع، عطوني يا جماعة، ما عندي أشياء إنه غيري بيحضر، أنا ما أقدر أحضر، ما عندي. وصراحة ما تضحكوا علي، أنا بحب الأفلام الكرتون، بحب توم وجيري أحضر، مش عم بقدر. إلي 7 سنين ما شفت تي في، عندي هالموبايل، الموبايل اللي أنا أخدته من رزقي ومن عرق جبيني ومساعدة من أخي كمان أعطاني شوي لحتى جبت الموبايل، عم بحضر عليه، منزل هلا تي في. أنا فرجيك الدش إنه بقلبه دش، بس شاشة صغيرة. حلمي كنت إنه فوت على أوضتي هيك أفتح الباب لقي شاشة على الحيط، حمام ناطرني، ريح ضميري، مش روح على الجامع أو مش أطلب مساعدة من الجيران يفوتوني على التواليت عندهم. يعني بشكر إخوتي إنه ستروني، بروح عند الناس بدق على الجارة، اليوم أم أحمد، بكرة أم محمود، شو ما خليهم يتضايقوا مني، كلهم عند وحدة، وشو ما فوت فاضي، يعني يعني شيء هيك استحي منه، جيب أني تعصية صغيرة لحتى ينسوا الموضوع إن أنا فقير أو أنا عايزهم شو الحمام. وفي أوقات لما بتطلع ريحتي عقلة المي بروح بتحمم عندهم، بياخذ انيت شامبو تبعيتي، بياخذ الصابونه، او اذا ما كان معي شامبو حقه بياخذ صابونه. بيحلم بالبسيط وبيعليه لمرتبه الحاجات الفاخره او اللوكس. فبلبنان كل ما زاد الفاسدين مرتبه من مراتب السعاده والدوله والفخامه، كل ما زادت مرتبات الحاجات الاساسيه لمستوى اللوكس. حقي عيش وفرفش، ومثل ما بيقولوا الدعايات بيروت بير والحياه حلوه، انا لا، أنا بدي حمام، بدي أريح. أنا كل حياتي هو حمام، لأنه هو الحمام بيريح ضمير الإنسان. وجعتيني بس ده تنزل دمعتي صراحة، حبسة حلمي شوف بنتي، هذا وجع محطوط بقلبي له 11 سنة. وتيني وجع حلمي ألبس تياب لألي مش وسعي، مش عايتبكلوا علي، عم بخدهم من العالم، عم بخدهم من الجيران، كلست ما عندي. حلمي ألبس مثل ما بشوف حضرتك انت لابس هالشميز وهالبنطلون وهالصباط الجديد، انا حقي البس، حقي اجكي، بس انا عم بشتغل بس لك. وقف حالك محلي وروحوا على المينيكاف اتقرج على البنطلون منك قادر تشتريه، روح شوف بوكسر الي الجمعه لبسه مش عم بقدر اغسله، بغسله كل يوم بالليل. ايه يعني القهر يا استاذ انت، انا حابب ابكي مخنوق بس ما عم بقدر ابكي لانه انا شاب عندي كرامه، عندي عزيمه، عندي مبادره انه انا بلدي حيصير احسن من هيك، وإن شاء الله البنطلون حيرجع على الأيام $10، يعني 15,000 لبناني مش 700,000. بسطت لما شفتها بسول أحد وشريتها، هاي الصورة بتقول أنه ساعدوني أرحم، يعني عندها حمام وأنا ما عندي حمام. حتى الخبز كفاف اليوم ما عم ينعطى، وما في السماء ليس كما على الأرض، وما عم ننجم الشرير. هيدا السطل هو الحمام تبع كريم. فعلاً نحن عايشين ببلد سياسيين فيه صرف صحي. بيدرو غانم، صوت باروت انترناشنال.